الHRF لمساعدتها إلنا ووقوفها جنب الشعب الغلبان المسكين اللي بيطلب النجدة من كل إنسان شريف على وجه الأرض. وإحنا يا رب يا رب الله يجزيهم عنا كل خير وبنشكرهم جميعا. إحنا بنشكر الHRF على عملها وعلى مساعدتها للناس ونحييهم يعني إنهم ساعدوا الناس بأسرع وقت في غزة، وزي ما انتم شايفين الدمار اللي احنا فيه، وبنتشكرهم يعني انهم وقفوا معنا باسرع وقت وساعدوا الناس كلها وهيهم بيجروا. الله يوفقهم ويعينهم على اللي هم شايفينه. هات زي ما انتم شايفين تواريخ وضرب وبروسنا وهم بيجروا وساعدوا الناس. بشكر مؤسسة HRF على المساعدات اللي بيعطونا اياها. الله يعطيهم يا رب، يجبر بخاطرهم يا رب، ويساعدهم يا رب، يبعد عنهم شر الأشرار يا رب. الله معاكم يا رب. نشكر مؤسسة HRF على جهودهم في مساعدة الشعب الفلسطيني لأخذ غاثتهم من ولايات الحرب، وربنا يبارك فيهم ويعطيهم إن شاء الله.